قضية هذا عدوان، هذا عدوان، عدوان صحيح هي أصلا من الداخل، ولكن الآن دخل فيه الخارج. نعم بوضوح. نعم نعم واضح. هذه الطائرات التي تقصف الناس للأسف. يعني طائرة من غير طيار، طائرات هذه أين هي موجودة؟ نعم في أرضنا، في 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 القواعد، يعني في جهة الشرق، يعني نعم. تخرج من هناك، هذا ثبتات يعني. إذن نعم. نعم القضية الآن احنا عندنا عدوان يريدون أن يستعمرونا. القضية اللي شاغلتني، لماذا؟ ما الذي فعلناه؟ لا للعربي ولا لغيرهم. ما سمعنا بتاتا أن ليبيا في هذا العهد الآن، معنا في نوع من الفوضى صحيح، لكن ما فعلت شيئا لأحد. صحيح في عهد القذافي، والقذافي كان يذيقهم المر. سبحان الله. نعم عجيب. إيه هو غزا كم بلاد وحاول ينفجر الناس، وفجر بالفعل. نعم. وقتل أرواحا بريئة لهؤلاء الذين يحسبون أنهم من جنس أعلى من جنس الآخرين، ومع ذلك لم يفعلوا له شيئا. سبحان الله. احنا الآن قتلنا، والآن تحزبوا علينا. سبحان الله. نعم اجتمعوا يعني لضرب شيء غريب. شيء غريب. لا أعرف تحزبوا علينا، لكن أنا اللي أفكر فيه، لماذا؟ ما الذي فعلناه؟ لا ما سمعنا بأن جيوشنا خرجت برها من الحدود. نعم. واحتلت حتى أمتار أو كذا. لم نفعل ذلك. نعم حكاية كونه مجرم ليبي والله غيره، هذه في كل الدول مع بعضهم. نعم. نعم لكن المسألة يعني سبحان الله يعني مخطط لها. نعم أكيد. نعم أكيد. والدول التي تعين في هذا الأمر همهم الوحيد هو النقود. ادفع. نعم ثروات يدفع عنك. نعم بالضبط. قضية. نعم ادفع. نعم واضح هذه.